بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. حلقة جديدة من برنامج الحالة دي، ومع المجانين محمد الطيب مع المجانين. نقاشهم كده. أنا قد محمد سعدت معاك جدا في الحلقات الثلاثة اللي قدمناها خلال أيام العيد. والله طبعا يا محمد نحن معذورين، الليلة حلقة بتاعت جنون أو حالات حاولنا نبحث فيها. الجن لو كان إبداعي أو جن رسمي وشعبي يعني. نعم. فيه أعراض، عنده أعراض زيه زي الحب. الحالة الإبداعية، الناس لما يقوموا يقول لك يا أخي زول ده يا أخي ده مجنون. هو بالمناسبة نوع من الإطراء اللي بيكون يعني عاجز التعبير. ما تحب ما يشبه الزن. لا والله هو يعني أنت لو قبلته في حيزه، لو قبلته في حيزه هو مدحي مطلق، مدحي أنت سمعتها كثير يا زبير. كثير جدا يا زبير. والغريب أنا بسمعها في حيات ما يعني بسمعها من ناس بسيطين جدا، بسيطين ممكن يكون في زوايا شوف دي وسيله تعبير وكده، وفي وسيله تعبير وفي نعم. زوايا شوف ولا تجربتك ذاتها. يعني زول قد ما يكون ذاته شايف تجربتك من كل زوايا، لكن بيكون محتفي بحاجه محدده. مشهد معايا بيقول لك يا اخي كتبتها كيف، بالذات في الشعر القصير. مجنون انت يا اخي، دي قلبت فيها الهوبه يا اخي كده. يقول لك طيب يا زبير صلاح، لما قلنا لك حلقه عن المجانين، شايف اننا ظلمناك وليه وافقت؟ يعني شايف انه مبرر انت تكون في حلقه بتتكلم عن المجانين؟ لا، انا لانه الشيء اللي انا بعمل فيه يوحي للجنون. وبعدين يعني زي ما قال استاذنا الزبير، يعني انا بكون في الشارع بيقولوا يا اخي ذاك الفنان المجنون، او بسمع بقول لك والله امبارح جابوا فنان مجنون. كويس يعني بقت زول بيعبر زي ما قال الاستاذ، بيعبر بالدهشه انه زول ده يا اخي مجنون. ده الشيء اللي بيعمل فوق ده ماشي احتيادي. طيب الطاهر سادومبا، يعني لاعب الكوره مرات بيكون برا الملعب هادي جدا، وعكس وفي الملعب بيكون بياخد فاولات ومخالفات وكروت. انت حسي حتى قبل ما نخش على الاستوديو حاله من الهدوء وكده، لكن في الملعب شغب وضرب وكلام مع الحكم، ممكن يكون شغب مع الجماهير. فالتناقض بين الهدوء اللي برا الملعب والشغب اللي في الملعب ده بتربطه فيه وكيف؟ دائما داخل الملعب يعني بيكون دمك فاير، بيكون دمك فاير ما زي برا الملعب، لان انت بتكون مرتاح نفسيا، ما مضغوط. داخل الملعب جمهور ضاغطك، مدرب، الخصم ضاغطك، يعني بتكون فاير، بتكون في حاله جنونيه. نعم. عشان كده الجيم بيكون جوه الميدان، خارج الميدان بتكون شويه شنو؟ ما في، يعني بتكون هادي. الجنون بيجي فيه كروت كثيره يعني؟ بيعرضكم لكروت حمراء؟ والله يا اخي حسب الاحتكاكات بتاعتك يعني تدخلات التدخلات العاديه، يعني ما بتشيل لك كروت او حاجه زي دي. قايته على الدين يوسف ده بيكون في اعلى مراتب الجن. والله يا اخي بالحاجه الثانيه على الدين ده خارج الميدان هادي شديد، حمل وديع. ايوه هادي شديد لدرجه يعني ما زي داخل الميدان. زي ما قلت لك داخل الميدان ده دمك بيكون فاير شديد، حماس عالي. ايوه والضغوطات بتكون عليك كثيره، عشان كده بتكون خلاص وصلت مرحله الجن. صح طبعا يا محمد، واضح من الصلعه في 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 شح في الانتاج، و عكس الزبير غزاره في المفروض تتفقوا هنا تعمل اتفاقيه الانتاج يعني. حتى الجن يا زبير، الجن لو كان ابداعي او جن رسمي وشعبي يعني. نعم. فيه اعراض، عنده اعراض زيه زي الحب، زيه زي المرض. نعم. يعني الملاريا اعراضه معروفه. صحيح. واحده من اعراض الجن عدم الحلاقه، يعني حتى لو اخذنا الجنون البعيد ما بتلقى مجنون حريص انه يمشي صالون، ولا حتى حريص انه يجيب موس يحلق نفسه براه في البيت. صحيح. صلعه. صحيح. فانت واحده من الحاجات اللي بتعزز انك انت اقرب للجن كحاله ابداعيه. نعم. متوفره فيك حتى باعراضها يعني، اللي هي المتمثله في عدم الحلاقه، استرسال. نعم. الشعر. الناس بتفتكر انه ممكن يكون خاص بمرحله عمريه معينه. الناس بتفتكر انه ممكن يكون ما لايق، لانه معلش يعني انا ما بنتقد. لا ما مشكلة. نعم. والصلعة دي مقصودة طبعا. نعم. فما عارف انا الفلسفة شنو من والله شوف، هو المجتمع السوداني عموما يعني عنده قوالب بتاعت احكام جاهزة بيطلقها، يعني اي بيطلقها وبيثق فيها، والمجتمع ذاته بيتعامل معاها، ودرجة مصداقيتها عالية جدا. يعني هسه انا لو قعدت
ابرر من هنا ليه العيد الجاي ما في زول بيقتنع، ما في زول حيقتنع. ده خاصه اذا في زول يعني خاطي 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 انه الزول ده يعني ما اهليته العقليه ما كامله، لكن هو المظهر بتاع شكل الانسان دائما هو هو اللي بيوحي بالاحكام دي. لكن الشعر على وجه التحديد يعني ارتبط لانه الزول اللي بيكون في حاله بتاعت عدم اهليه عقليه يعني هو بيكون زول مهمل عموما، يعني بيكون مهمل ما مهتم بالحاجه، اي ما بيكون مهتم. لكن احنا لانه بنركز الشعر لانه ممكن يكون الابرز او الحته الابرز فبنقوم طوارئ بنحكم بها. انا حمشي لك حته غريبه شويه، يعني انا قاعد اقوم الاقي ناس مجانين جد جد رسمي مجانين ماشيين في الشوارع مجانين، يعني ما انت يعني ما عندهم اي اهليه، زول حفيان ومقطع اي حاجه. يعني حقول لك حاله غريبه جدا، يعني في ناس قاعد الاقيهم يعني في حتات باستمرار هم بيتواجدوا فيها وانا قاعد اكون عابر بها كويس، فبقوم بسلم عليهم، بقوم بتعمد اسلم عليهم. ففي نوع بيسلم عليك وفي نوع ما بيسلم عليك. مرت بي حاله غريبه جدا، في واحد منهم يعني طوالي بمر بسلم عليه بيبتسم كده وانا بمشي محتبرك زميل اي مرت فتره فجاء يوم مر جنبي سلم علي والله العظيم يا سلام. فيعني بقت في الفه ايوه، يعني في حاله من التواصل الانساني بينك وبين المجانين بينه وبينه اتخلقت وشيجه وذاته. انا يعني زي جاء احساس كده انه يعني احنا ما برا انا مجانين يعني، وفي ناس مشاركين انه ممكن يكونوا نضاف في شكلهم وكذا وبتاع، لكن احنا عموما ما عايزين نبرر ولا 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 عايزين في بس يا زبير كونه مجنون خارج التغطيه يعرفك ويحاول يصاحبك معناه انت اقرب لهم مش هم الاقرب. والله انا ما يعني انا ما متعالي على الفكره كويس، متصالح معه وبعدين في حاجات غريبه جدا بالمناسبه، في نوع احكام ما منطوقه، يعني في زول بيقول لك الكلام بعيونه ده اخطر انواع المحاكمات الاجتماعيه. يعني بيكون يا محمد عنده راي في صلاحتك مثلا، لكن ما بقوله لك لكن بوصله لك بتفهمها انت، اي بوصله لك بطريقته الخاصه. طيب بنظراته بايماءاته، فيعني الفكره دي بتصل لك. انا مره ايام الباصات بتاعت الخدرة الكبيره دي جابوها الوالي، ونركب المواصله طبعا احنا ناس عاديين يعني، فقمت ركبت الباص وكنت واقف يعني بفكره انه ممكن اكون زول معروف يعني، وعلى الاقل الكمساري ده بالحد الادنى من المعرفه يقوم يديك الحيز اللي بتستحقه من الاعتباريه. فبقوم بيجي من الشباك يقول لك يا بشعر ارجع ورا شعر اختزلك هنا جايب لك مشكله هاي ارجع ورا يا بشعر، وطبعا بعين فيك في الحاجه المميزه بس ايوه يا بشعر ارجع لنا ورا شعر بدقنا بصراحه. فالباص كله قام بيضحك يعني، وانا ما انزعجت من المساله. طيب ننتقل لصلاح ولي، يمكن حالته برضه يعني اذا كان الزبير بيتحدث عن شكل الشعر رغم انه الزبير السعيد فيه حاله بتاعت يعني استرسال كده بتدي بعد لسرح، يعني زول سارح طوال، زول بيفكر طوال، شكل زول المفكر وكده دائما بيكون قد ما يتكلم كثير وقد يكون بعيد من الناس. لكن صلاح ولي انت عندك شكل يعني مسرحي ودرامي، يمكن شكل الفنان المسرحي قبلناه الى حد ما عند ابراهيم عوض مثلا في حدود خضر بشير لكن انت تجاوزت السقف يعني، بقيت تطلع في شجار وتطلع في حيط وكده، والحكايه ذاتها بقت دايره لها لياقه يعني. يعني انا بتخيلك انك قبالي حفله بتعمل تمارين زي ناس عادل بدا عشان وقال بيستعين بالبلح واللبن والدخون وكده. فعلى اعلى قمه طلعت وين؟ وحدثنا الحكايه دي، هل ما ممكن تجيب لك مشاكل مع اهل العروس او اهل العريس؟ والله طبعا انا لما اكون في الحفله بالذات لما نبدا في الفصل الغنائي ما بكون حاسس بزول موجود في الحفله اساسا، يعني انا الشيء اللي انا بعمله تلغي كل الوجود؟ ايوه نعم، يعني حتى الفرقه بقول لهم انا وانا اغني اعتبروا نفسكم نحن بنبرف بنمتع في نفسنا نحن كم بنغني لنفسنا نحن، يعني ما تشتغل بزول ما تعاين بزول، ركز مع العازف، ركز مع حياته مع لزمته مع مزيكته عشان نطلع حاجه جميله للمتلقي كده. يعني عادي انا ممكن يعني اشوف لي حته كده امشي اطلع فيها بكون مستمتع جدا، وانا بكون طالع في شجره كده وبغني يعني بكون في عالم ثاني يعني، والله ما بحس بالناس الموجودين او ناس يعني الحفلة. اهم شيء في حفلتك يكون في شجره، مسرحك الشجره فيها. اي حاجه بتطلع طالع شجره سلم حيطه انت عندك موقف طريف برضه في الشجره قلتها؟ اي نعم، دي كانت حفله في كادوكلي
بعدين طلعت فوق لقيت جماعه ملثمين كده، بعدين كادوكلي التحيه لاهلنا في كادوكلي وبقول لكم كل انتم طيبين. بعدين الشجر هناك ما شاء الله شجر التبلدي والشجر الغزير ده شجر جميل يعني. المهم طلعت اليوم هاي طلعت اليوم فوق كده وقفت، قال الزول ده ماشي بينهم متكيفين من الحاجه طبعا. مشيت طلعت فوق قعدت اتونست معاهم كده. حفلتك شغاله؟ الحفله شغاله هاي. قال لي والله يا صلاح بيقول لي نحن جايين عشانك. يا سلام. والله قال لي نحن، قال لي نحن ساكنين في الجبال لكن نحن منسمين. قالوا صلاح بيقول لي جاي كادوكلي، احنا جينا الحفله دي عشانك. انا بحييهم. نعم حياك تحيه. صلاح بصراحه يعني نعم انت قبل الحفله بتبرف للغنى ولا بتبرف للنطيط؟ والله الحاجات دي كلها نحن طبعا بنبرفها يعني. ما الغنى النطيط ده قاعد تعمل له بروفة الحياه دي بيجمع الاحساس بتاع الغنى لكن بتعمل حاجه تعينك على النطيط. الحمد لله. الحكايه بتاعت البلح واللبن دي صح؟ البلح والكوره وحكواتين يعني تمارين مستمره. ايوه نعم الحمد لله. والخمسه صلوات لانه ربنا يعمل يتقي الله يجعل له مخرج. مخرج بالضبط. والمخرج اي مخرج بيجي في التوه. يا سلام. كويس. الصلاه دي انت لما تمسك الخمسه صلوات يعني ابليس ما يقدر يتصرف فيك لانه ما في زمن يلقاك فيه عشان يحاورك. ما حيقدر. لانه ما بين نعم. الصلاه والصلاه ربنا بكون حافظك لحد ما تقدر خمسه اوقات. لما تيجي صلاه العشاء تلقى نفسك اوريدي الجسم نام. بالضبط كده. الحمد لله. سادومبا لعبت للمريخ والهلال والمورد. اتقلبت في كل الالوان. الشيء اللي انا ممكن من خلال وجودنا في الوسط عاده اللي بدل شعار من القمه يعني في الهلال مشى المريخ او من المريخ للهلال بيكون بينه وبين الجمهور اللي هو خلع شعاره ما عامره. الملاحظ ان انت جمهور المريخ لسه حبايبك وناس الهلال لسه حبايبك وناس المورد لسه حبايبك، كسر شنو؟ قبل ما تحدث لك عن الكلام عندي موقف طريف مع ويلي. مع ويلي كنت انا في المريخ 2014 جايين من كره افريقيه كنا غالبين تقريبا في مهرجان في الاستاد جابوا صلاح ويلي ونحن في الغرفه بنجهز عشان جايين التمرين صلاح ويلي بدا يغني جينا طالعين برا لقينا الفنان ما في صلاح ويلي وين فتشناه ما لقيناه على شوي لقيناه قاعد في المدرجات مع الشعب لقينا مع الشعب طيب كيف قدرت تحافظ على علاقتك رغم انك يا سيدي انا داخل الميدان انا الشعار اللي لبسته بغض النظر عن هلال او مريخ او مورده الفلينه اللي لبستها بتاعت النادي بخلص لها يعني ما عندي الليله كده وبكره لا بخلص لا كل ما عندي بخلص ليه دي الحاجه اللي بتخلي الجمهور يحبك نعم كان انت في المورده او في المريخ او في الهلال يعني ما عندي وما عندي ما عندي ما عندي مشاجرات ده شكل برضه من شكل من اشكال الجنون الزبير يعني ده اسالك انت قبل يعني لخصت لنا الحكايه قلت انه الناس في وصف الزول بانه مجنون بيهتموا دائما بالشكل مثلا الشعر المبرم الشعر الكثير والبنطلون الجينزي اللي بيكون مرقع كده وسخان ولابسه شهرين ثلاثه لكن الحكايه دي فيها حاله صوفيه انا يعني من خلالك انت انا بحس انه في زهدي وفي ايثار وفي دي كلها يعني وفي محبه للاشياء وفي تقدير ليها وفي بحث عن اسرارها كده اهتمام بالشكل ده دايرك تحدثني عن النقطه دي وتصطحب معاك حاله بتاعت مبدعين سودانيين يعني انت بتعتبرهم انه بيصلوا بابداعهم لدرجه من الجنون والله يا اخي شوف انا اول حاجه المساله الحاله الصوفيه دي يعني مثلا انا متقمصاني تماما لكن احنا دائما كادب وتادب في حضره التصوف نفسه بنفتكر انه هي حاله يعني ما زول ما بيتكلم بها زول ما يكون مؤهل يتكلم بها بقدر ما انه هي حاله من حق الناس الاخرين انه يعني يصفوك بها او يشوفوها يعني لانه الكلام بها والحديث بها بيقلل من قيمتها يعني او بيقلل من قيمه مصداقيتك في التعامل معها. انا مساله دي مريحه جدا بالنسبه لي، ناس كتار بيلاقوني بيقول لي يا اخي نحن متخيلينك، انا طبعا نوبي. لكن الناس بيقوموا يقول لك خته بتشبه العراكيين مثلا. العراكيين دول هم ناس ازرق طيبه وكده وبينه وبينه محبه كبيره جدا
حبه كبيره جدا. وفي يعني مرات يعني ما يمشي مثلا كردفان مثلا غرب كردفان، يعني كنت مشيت عملت تصوير لحلقات هناك اثناء الجوله دي كلها النازل كان بيفتكرون انا يعني انا من المسيريه الحمر. طبعا المسيريه الحمر زرب. فالمساله دي انا كنت مرتاح لها جدا، مرتاح لها جدا، لانه يعني الزول العين اللي بتشوف فيك ملامح او جزء من ملامح السودان بدون التصنيفات الضيقه دي، انا افتكر ان ده برضو عين مريحه يعني. صحيح. عين مريحه في التعامل، وعين مريحه في انك انت قدرت تنفذ للناس من زاويه تشوف جميله ومن زاويه وجدان صادق يعني. الجزء الثاني من سؤالك انا افتكر انه الدوش الله يرحمه يعني ده كان حاله عجيبه، وعندك جماع وعندك يعني الناس زي هم كانوا يعني 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 هم حلقوا في فضاء يعني المتلقين او نحن ما قدرنا، وحتى حركه النقد وغيره نحن ما قدرنا نستوعبها. صح. لكن هم كانوا في قمه، هو بالمناسبه المجنون ابداعيا ده في قمه عقله، ده في قمه النضج العقل وقمه التركيز بتاعه، بحيث انك انت تلتصق بين قلت السرحان والحاله بتاعت يعني هو ذات انت الحياه دي ذات انت بالمناسبه يعني لما 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 تسمو يعني بتحس بقيمتها وبمتعتها في اسعاد من هم حولك. وانا افتكر انه دي برضه حاله من الحاله من الجنون الجميل، وحاله من التصالح النبيل، وحاله من يعني لو رجعنا للدوش انا افتكر انه الدوش يعني يعني صوره الشعريه هي كلها صور فيها شكل من اشكال تمشي معاي وتروح يعني يعني يعني, يعني الفكره المنفلته الجامحه. يعني قبيل انت قلت مقطع لو رجعنا له الحته بتاعت يجيني زمن نمتع نفسي بالدهشه، لا ومن شهقه جروف النيل الموجه انا زول انا زول يعني سلام. يعني منطقتنا في الشماليه جزيره حاسب الحته دي مش حاسبها بس يعني انا لما نمشي اشوف المشهد ده يعني لما جسمي بقشعر لانه شوف يا زبير سعد يقول وتمشي معاي وتروح وتمشي معاي وسط روحي للبلقاه بيعرفني ولا بعرف معاك ولا بعرف معاك روحي يعني دي حاله من المعادله مغالطه يعني داس المفروض يكون الاغنيه دي بس اذا تتحلل لازم يحللوها علماء بتاع النفس والاجتماع ما يحللوها لغات تجاوزت حدود العقل تماما يعني هو بيحلق الدوش في هذه الاغنيه بيحلق في فضاء سرمدي وفضاء لا متناهي وفضاء غير مرئي بالشوف العادي يا جماعه الشوف العادي ده وزي ما قلت برضو نعم. الدوشة كان إنسان بسيط وممكن تلقى لابس وممكن ما مهتم بشعره عادي جدا عادي جدا صح. عادي جدا مجدد. لأنه هو عنده فضاء صح. عايش فيه لا مرئي بالنسبة للناس العاديين بيشوفوا الناس اللي عندهم القدرة على أنهم ينفذوا من وراء السطور يعني الفيتوري أو نحس به بعد الزمن ده كله الفيتوري برضو أنا بفتكر أنه يعني العاقل ومن صنع الأشياء هي الأشياء يعني دي برضو حالة بتاعت يعني زول رايح في تفاصيل حياته صحيح. نعم صديقي يعني شوف حتى الطبول بيدق ساعات لي فرح نور وجمل للحزن حزن شوف الكلام يا سلام حاله من حالات جنون طيب محمد دارج لصالح ولي ده في حته بتاعت لانه برضه ممكن يكون مشترك معاه الزبير وبرضه سادمه لكن ما اعرف هل حنطلع فاصل ونجي نواصل ونجي نواصل ثاني في الجزء الثاني تمام عدنا مرة أخرى برنامج الحالة دي ومع المجانين محمد الطيب مع المجانين ويمكن طلعنا فاصل لأنه كان صلاح ولي داير يعني ياخذ لي قفزات كده ونرجع تاني الزبير وصلاح محمد برضه أنت ممكن تكون شريك في الحكاية دي يعني الزول مرات المبدع برضه بيتهموه بأنه مخدرات وحاجات مسكرة وأنه محتاج لأنه يقيب عقليته وكده أو حتى مرات التصرفات اللي أنت تتصرفها يقول لك الزول ده ساطيل وكده حتى الوصفات السودانيه بلغتنا الدارجيه وفي الوسط الفني برضه في حاجات كثيره يعني ما ده نغيبه ما ده نتحدث عنها فهل في يعني لجوء للجنون او انفلات لحاله ابداعيه بتتم بصوره غير شرعيه مثلا عن طريق مخدرات عن طريق خمر عن طريق عشان انا اكون مبدع ولا الكلام ده كلام جرائي ساي صلاح لا طبعا اول حاجه انت انفي الاتهام اللي طبعا ما عندي علاقه بالابداع ده حاجه ربانيه اصلا يعني انت يعني مستحيل انا اكون واعي وانت شارب حاجه تتكلم احسن مني
علميا انت ما حتقدر لو انت اصلا متعاطي حاجه. لا لكن ممكن لو طلعتها في الشجره دي لا تكون في حاجه زياده صح؟ طيب ممكن تقول حاجه دي ربانيه، روح ربانيه. يعني ما عندها علاقه بانك لازم انك تتعاطي حاجه. لكن انا كصلاح ولي يعني في ناس كثير يعني ما بيعرفوني اصلا بيقولوا، يعني انا مرات بجي بلقى ناس بتتونس بي وانا بسمع والله صلاح ولي ده امبارح جه الحفله يلا طلعوا المسرح. والله العظيم الزول ده ضارب طلع لك شجر. الزول ده ضارب حاجه يا اخي، ده لحد ما مطلعه الشجره يا اخي، ده تلا في راس البيت، من راس البيت مشى الجيران يا اخي، ده زيارته ذاتها مجنونه. انت دي كلها على كم بتعملها؟ يعني هو بيتخيل له انه انا عامل حاجه. ما مشيت للجيران اهي، يعني انا مره قفلت غنية في راس البيت، لبت في الجيران، مركت هناك، مشيت بيتنا. هاي هم في ناس ما بتصدق يعني الا اللي بيعرف. على فكره يا صلاح، محمد ذاته هو ما بعيد من الاتهام ده. اي نعم، ما بعيد من الاتهام باي حال من الاحوال، وبرضه بتكون سمحت كثير. لكن دي الحمد لله، دي كلها حاجات بالنسبه لي انا حسنات. يعني اي زول بيقول كلام زي عارف نفسك. انا الحمد لله، اللهم رب لك الحمد والشكر. لكن ما عندها علاقه اصلا بالابداع الحاجه دي. اوكي محمد، دي فرصه انك انت ذاتك تدافع عن نفسك. والله يا اخي طبعا زي ما قال الزبير، انا افتكر انه انت دخلتني ذاته. ايوه لكن احنا سعيدين انه دي الروح تكون روحنا الخماسيه، يعني احنا كل حاله بنحاول نتقمصها وندخل فيها. ده رزق السعدومبا يا محمد. انت ذاتك برضه عندك اتهامات بتجيك، يعني انا ما اعرف منها يا سعدومبا. ده رزقك. هل الستايل بتاع لعب الكوره انه يكون عنده صلعه مثلا؟ شاهدنا كثير مثلا اللعيبه ناس رونالدو. نعم. وناس عندهم صلعه، وحتى على النطاق المصري مثلا هيجي معه كده، او لعيبه عندهم شعر كثير مثلا وكده. هل الستايل ده مهم عشان يميز اللاعب مثلا؟ حسي انت في سواء كنت في تشكيله الهلال او المريخ او المورده، اظهر اكثر لاعب ظاهر كلك، حتى لو ما قدمت كوره ظاهر. سعدومبا تكملة لسؤال محمد، هي دي مقصودة ولا ربانية؟ يعني جاتك صلعة غدر تشيلها كلها ولا انت قاصد؟ لا مقصودة. لا مقصودة. لو خليته يقوم زي ويلي وزي الزبير وكده يقوم. ايوه مقصودة. طيب وبقت يعني بقت سعدومبا خلاص، يعني ثاني سعدومبا لو ربى شعر حيختلف. انت قاصد تقلد بقى سعدومبا الاصلي ولا ما قاصد؟ والله يا اخي يدور سعدومبا على الناس. ما انا ما قاصد، جات كده عرفتها؟ فترة انا وكنت كنت في المورد الوقت داك سعدومبا كان في الهلال. قمت خففته كويس، كنا لاعبين ضد الهلال، جيت خاشي استاد الهلال بيقوا يكركلي ولدنا سعدومبا الصغير، سعدومبا الصغير. من هناك خلاص بقى سعدومبا، بقى سعدومبا. قلت لهم خلوها كده بس. بعد في شبه على فكره. شبه ممكن يكون في شبه. والحاجه الثانيه جددنا، انا وكنت جيت الهلال، سعدومبا كان مشى وجا راجع. ايوه صح، في نفس اليوم سجلنا سوا. صادفت عجيبه. صادفت عادي. صادفت انه قالوا سجلوا سعدومبتين. طيب صلعتين. صلعتين. الزبير يعني حصل لك موقف ولا كتبت حاجه ولا اي حاله من حالات ابداعك وجنونك براك قلت لنفسك والله انا مجنون؟ اي حصلت. حصلت في الـ في الـ في الصحافه. ما حصلت في الصحافه، حصلت بشكل ممكن يكون جزء من سؤال محمد عبد الماجد قبيل. يعني بيقوم زول يضرب لك تليفون الصباح كده، كنت كتبت لك حاجه، وانا عاده يعني دي حاله قاعد تكون غريبه جدا يعني والله بامانه شديده، يعني مرات بقوم بحاول اجتهد جدا انه امبارح انا كنت لابس شنو صراحه، تنسى نهاية. يعني بحاول اتذكر كده انا يا رب كنت لابس شنو، ومش كده وبس، والمقال اللي بكون كتبته ورسلته الجريده ما بكون متذكره نهائي. هاي بكون خلاص ماشي الجريده ايا كان الموضوع يعني، الا لما يضرب لي زول يا اخي بتاع المقال اقول انا كاتب عن شنو ذاته والله بامانه يعني. يعني غالبا يعني بقول انا قاعد احاول كده بس ان شاء الله اذكر لي العنوان، فبقوم مثلا يتذكر يقول لك يا اخي والله شكلها كانت قويه جبتها من دي. طبعا بين قوسين كده يعني الناس عندها اعتقاد، انا افتكر انه دي مناسبه الناس تحاول تصحح بعض المفاهيم. انا والله ما عندي اي مشكله في انه يزول يتهمني اتهام في السياق ده يعني. لكن بتذكر جيت اشتغلت في مؤسسه صحفيه كبيره لفتره طويله جدا، المدير الاداري ده كان حذر جدا في التعامل معي، حذر جدا يعني
وزول بشعر ده والبتاع، وطبعا اللي قدام يعني صارحني كده وواصلنا. فالاول مره لما نجي في المسجد بتاع المؤسسه دي لقاني كان بنصلي، صرت حكايته شنو بيصلي معانا كمان يعني حاجه حاجه جدا هاي. فبعد فتره طبعا لما تيسرت الحاجات قام قال لي يا اخي والله يقولون قلت اخذ زول ده اخي جايبين من وين ذاته يا اخي. تصور بيكون طبعا الاعتقاد بتاع انه الناس اي زول بيكون شكله مختلف او بتاع ممكن يكون ما عرف يصلي ما عرف او بتاع مخدرات او بتاع الفهم ده انا ما عارف يعني انا ما يعني انا ما دار ابرر. لكن يعني الناس اذا اتهموك يعني زو في السياق بتاع فكرتك الابداعيه مقبول، لكن ده بيبقى فيه تجنب. طيب الزبير انت نحن قبل ما ننتقل لصلاح عشان تواصل لنا في نفس السؤال نعم صلاح بعدين ادينا يعني قفزه كده داير اسال يعني الجنون ده هل الزول المطلق عليه مجنون؟ انا دائما بحس انه زول مسالم كده وهادي وزول طيبان كده، ومرات يعني نوع من الاستحقار مثلا يطلقه على زول مثلا ودائما بتلقاهم زاهدين حتى انهم يبرروا او يدافعوا او كده. لكن حتى في الاحياء حتى في الحله مثلا زول ما يكون عنده علاقه بانه صحافه او فن او كده او كده، زول تلقى ماشي في طريقه بيجي الدكان يشيل حاجاته ويمشي وما بيتكلم معاه، يقول يا اخي ده زول مجنون ساي زول ده يقول لك ينكز. ايوه فهل حاله الجنون العام ده مثلا في الشارع وفي الحله وفي الدكان نوع من 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 يعني المسكنه، نوع من الزهد، نوع من شنو؟ والله يا اخي شوف هي نوع من خاصه للناس اللي ما عندهم علاقه بالابداع. هي في كل الاحوال واحد طبعا، اذا في زول عادي هسه في الشارع بفتكروا حالته ما بتختلف من الزبير سعيد. ليه؟ لانه هي 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 قدره على انك تعيش في حاله من الخصوصيه. بالمناسبه الحاجه دي صعبه يعني عالمك براك، تعيش في عالمك براك بتصوراته بحاجاته، وده زول كارف الناس شره. انا عارف الناس دارين منه شنو يعني يعني الناس ما بيريحوك. وبعدين الناس زي ما قلت لك الناس يعني احنا مجتمعنا السوداني ده مجتمع ناقد جدا، ومجتمع عنده قدره على انه ينصب محاكم في اي حته يعني في صح. بيت بيكا بيحاكموك، في دار الرياضي بيحاكموك، في بيت عريس بيحاكموك، يعني في حالات غريبه جدا. انا بتذكر انا من حاسس في البرنامج ده حيحاكموك انا من حاكم ما في مشكله احنا اتحاكمنا خلاص نحبس الدوله بعدين شهاده من بحشر يعني هنا مارقين احنا ما مؤاخذين. فكنت لما امتحنت الثانوي وقريت احمد حسين الثانويه فكنت ساكن في السابعه في نفس الشارع كانوا ساكنين معنا ناس هندي زمراوي ومحمد المهر فادني علاقتي معه قديمه جدا من انا طالب يعني ونفس الشعر اي وهو الفتره ديك نجمي يعني او في بدايه نجوميته هو نجمي يعني معروف في الرياضه. فبنجي ماشيين بلقى حمد المهدي الفادني ده اخذت كرسي وقاعد قدام البيت فبيعلي له بيضحك وانا بضحك. بعد مره مضت الحاجات بيقول الشفح في الاحياء الشعبيه لما نجي ماشي بيقوموا يعني بعد انت تمشي كده ما هو انت مرات في زول بيطلق الحكم لكن ما عنده القدره على تحمل مسؤوليته الاخلاقيه ويقوم يحاكمك وبينزوي كده ايوه شفت زي الناس بيقوم ينبذك في المدرجات ويزوغ لما تعالي فبتقوم تمشي كده. انا بحكم دراستي وحياتي يعني مجالات الصوت يعني بنميز الصوت فبيقوم بيجوا ماشي بيكون بتونسوا وانت بعد تمشي واحد بيقوم يقول لك شلاقه دي عندها علاقه بحاجه دراميه شلاقه مثلا لما انت متقبل واحد بيعمل فرايح يعني لكن هي محاكمه لك ومرات يقوم يقول لك يا بشعر بشعر طبعا السوداني بيقولها بقسوه كده يا بشعر زي بصلعه هاي استنكاريه زي بصلعه يا بشعر اكسى والله. فلما انت قمت عايز تقوم يعمل فيها مشغول بحاجه ثانيه كده وبتاع. طيب يا صلاح يعني الفنانين لما يمشوا مسارح او بيوت الاعراس طبعا هو ده المسرح الاول والاخير مرات الفنان بعد بيحدد انه دار يقرا يغني شنو بعد ما يقرا شكل المعازيم والاكثر العمه ولا التيشيرتات وكذا بعد ذاك بيحدد انه هو يخش عرضه ولا سيره ولا غنى خفيف ولا خلافه. أيوة. الحاجه دي حتى في النطيط وحركاتك الكوميديه الجمباصيه عندها علاقه بالمعازيم يعني ممكن تلقى عمم كثيره تلاوس كده تقول لا احترم نفسي. لا هي طبعا اختيار الغنى ده هو مسؤوليه الفنان انك تختار غنى يحرك مشاعر الناس الموجودين دي كويس يعني ما ممكن انت تيجي حفله تغني لي عيوناتك لودن لمين ما في زول حيقوم من الكرسي احتمال يعني يقوم يخلوا لك الحفله لكن انت بتمشي تدريجيا
يعني المعروف في السودان انه الايقاع بتاع السيره ده الايقاع ممكن نرقص الخواجه ذاته. نعم. لو انت نقيت السيره دي تلقى بتتحرك تلقى المبلع الشجره كيف اصلا كويس. يعني دي الفنان هو البكر الملعب حس البصمه لك شنو انت في اللي هنا انت كبير عملت علينا البصمه في المسرح لك شنو الحركه بتاعتك ايه فنان انت كبير اديتني مثلا جمال فرفور عنده طريقه معينه كده في المايك فلان كده نعم فانت بصمتك شنو في المسرح من خلال البصمه الحركيه الله هنا البصمه الحركيه كثيره يعني في المسرح يعني عادي ممكن تلقاني قاعد ورا بتاع الاورجن قاعد لي في راسه بعمل لي في شعره او مشيت لي بتاع السوم بيورا او مشيت لي التباخين بلقاهم ولا هم من انا بكون ملاف يعني حتى بكون اثناء المايك الويرلس بكون معي يعني ما بكون عندي حته معينه بتحاسب الناس العريس على الفات في الفاتورة يعني انا مره في حفله النطه دي بتحاسب عليها طلعت الشجره وكده مره في حفله كده من الحفلات يعني اثناء ما انا عامل كده في الصاله قعدت جنب اثنين كده لقيت كرسي فاضي وبغني قلت له يا اخي بعمل لك كده قام بشر برا قلت له انت ما تعشيت ولا شنو؟ قال لي والله ما تعشيت طوالي من محلي ذاك مشيت وين؟ بالمايك مشيت طوالي الطباخين جبت الصحن بتاعي في ايدي خطيت له ومشيت الله شلت فيه حسنه كبيره لكن يا صلاح لسه انا مصر نعم. حصل من شكل المعازيم استحيت انك تنطط؟ لا طبعا حتى راغية يعني حفله فيها سفير فيها رجال اعمال فيها وزير فيها كده عملت حجام كيف انا كمان ابدع لما نلقى الوزير لانه بتذكر من حفلات سن النساء السي بقى التايبات نعم ان شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا اللهم امين المهم من كانت في دكتورة أبو درس أنا بحييها كل سنة وأنت طيبة كويس المهم هي كانت من المعازيم بس نام جا الفاصل الغنائي بتاعي طوالي جيت قعدت جنبها مسكتها من ليدا طبعا مرة ما شاء الله زولة شبابية زولة يعني بتحب الغنى بتحب الطرب سكتها معي طوالي مشينا للسجينات احنا في نص السجينات نحن بنرقص معه يعني كانت لكن يا صلاح محمد الطيب يعني انا افتكر انك غنيت كثير انت طبعا في السجون انت كده بتعلم السجون دي سلوك وممكن يطلعهم من السجن لا نحن الشارع يعني لا نحن بنوريهم ان برضه نحن زيكم ممكن نغلط كل يعني ناس. ممكن سجين يعمل فيها فنان يمشي طوالي يعني احنا بنيجي نرفه لهم كويس لكن هم مننا فينا يعني كلنا بنغلط في النهاية الإنسان طيب زبير وسادومبا يعني سؤال لكم مشترك أبدأ بسادومبا وارجع لزبير سعيد أستاذ الصحفي مرات يا زبير وسادومبا الجنون ده برضه نحن كبير انتقدنا إنه والله مرات يعني بيهضم حقوقك كده لكن مرات يعني حتى مثلا في أنت شغال في مؤسسة صحفية أو في بنك أو هناك لو كنت مجنون يقول لك لا 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 الزول ده بده حقوق والزول ده مجنون ممكن يعمل أي حاجة حتى مثلا لو انت الكوره يعني انت ممكن تكون في الكوره يقول لك الزول ده مجنون يعني ممكن تكسره ممكن تجيب له رباط صليبي ممكن يكون في احترام لجنونك ده الحكايه دي قاعد تلاقيكم ولا جنونكم خصما عليكم؟ يا محمد برضه في جن مسلم وجن يعني في في جن بيخليك حقك بيطلع هو يعني بتعمل تصرفات ما تمام يعني في جن بتنزوي وتمشي مباشره الزبير ده من الجن المسلم اللي بينزوي مباشره ما بيقع فيهم ما بيقع يعني في الميدان حذروك يقول لك يا اخي ما تخش لفلان ده لانه لو خشيت له او حاولت انك تحاوره بيكسرك ده مجنون انا عادي يمكن يكسرك يشيل فيك كريت احمر ويطلع ولا في زول يزال مجنون ده مجنون في منه بالاسم والله يا اخي بالاسم بيخليها ايه هو في يعني في الانديه في دائما بتلقى في النادي لازم يكون في واحد مجنون داخل الميدان ده بيكون يا هو زي ما بيقولوا سيد التيم ده الجزار ده الجزار ده سيد التيم يعني زي عمر الدمازين عمر الدمازين ده اي مهاجم بيخاف يعني انه يكون معه في احتكاك او حاجه زي دي ليه لانه بيتكسر مجنون بالظبط سبب لعرضه لاصابات كثيره طبعا في الهنا. ايوه صح بقول لك ده مجنون ما تحاول تقرب عليه او تخش معه في احتكاك عامل ايه وبوي عبد اللطيف بوي والله بوي ماذا يا عمر بوي ما زي عمار وعلى الدين برضه يعني الدين صلاح نمر ممكن يكون في المريخ برضه صلاح نمر برضه يعني طيب ظفر الزبير انت جنونك ده ممكن يعني في الجرائد الطوال يكون الجو بتاع التوتر والتنشن شديد يعني صحيح. ممكن مع السكرتاريه مع التصحيح مع رئيس التحرير مع كده كثير فهل مرات
استعملت جنونك في هذا الوضع يعني؟ والله ما 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 كثير، لكن هو عموما انت لو الناس يعني يعني ممكن تنفع له انتوا الاثنين، لكن الناس بعد ذاك بهيئتك وانت شكلك بيقوموا بيكونوا اكثر قسوه في محاكمه الزبير. يعني حتى لو ينفع لي اقل من محمد طيب مثلا بيحاكموك انت بيصوروك لك يا اخي ده ما مجنون اصلا يا اخي، انا عملت حركه قبل كده يعني يعني راسي لما نجي اقعد اسم يعني حقيقه ما ما ممكن اعملها هسي في 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 العمر ده والمرحله دي. يعني هو لدين مسلم جدا يعني يعني بتذكر والدنيا كانت على خشة على عيد وما صرفنا قروش وبتاع وانا شغالين في جريدة يعني ما دار اسميها هي سياسية ولا رياضية، لكن برضو يعني صلاح شعيب ربنا يطرى والله الخير يعني كنا سوا طبعا تحية زملاء وصديق أصدقاء وصلاح أستاذنا حيالي. فأنا كنت عملت حاجة غريبة جدا، الجريدة دي زمان طبعا بيسموها النظام بتاع الكتص والمقصات والسيب بتاع، وصعب جدا تصمم لك جريده من جديد والزمن والمطابع محدوده وبتاع. كنا شغالين في حته قريبه من جامعه الخرطوم، وانا طبعا علاقاتي وثيقه جدا بالاصدقاء في جامعه الخرطوم والافريشن وزملاء واصدقاء وكده. فقمت كنت داير قروش، انا ما قاعد احب الفلس حقيقه لا مش ما بتحمل، بتحمل احنا اولاد اسر بسيطه يعني بتحمله جدا، لكن ما قاعد احبه. افتكر انه وما قاعد احب الترف يعني يعني انا بين النقيضين يعني يعني ما قاعد احب الحاجه اللي بتسترق يعني القروش الكثيره دي ما قاعد احبها صراحه يعني. ممكن الناس يقولوا الزول ده ما صادق في المساله دي بامانه شديده يعني، كمان ما قاعد احب الفقر والفلس يعني يعني الفلس ده ما يعني ما متصالح معه. بفتكر انه الفلس ده شكل من اشكال القبح بيخليك يعني ما مستمر يعني يعني ما يعني بيديك عدم قبول لروحك ذاته يعني انت لما تكون مفلس ما بتكون قابل روحك ضايق من روحك. بفتكر انه دي مرحله متاخره من مرحله الرفض هنا يعني الذاتي يعني. فكنت مفلس جدا وقمت طوالي كاوشت الجريده المصمم دي كلها ومشيت شلتها كلها ومشيت بها. وانا كنت عارف انه الناس اللي حيتراجعوا حيفتشونه حيلقونه حيدوني قروش ما عندهم خيار غير شلتها مشيت بها جامعه الخرطوم قعدت في الكافتيريا وخطيتها يعني في ظرف بتاع نص ساعه الدنيا دي كانت اتقلبت. مش القروش جهزت، المشكله كان انه نلقى زول المليون ده وين عشان 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 نديه هناك بتاع. طيب فالثوره دي الثوره المجنونه دي خلت القروش الناس تقول الناس قروش بسبب بالجن المسلم بالجن المسلم ده يعني. طيب يا 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 زبير محمد قبل ما تمشي لصلاح يعني مرات يا يا زبير حتى الموهبه دي يعني زي الفكره بتاعت النيل لما ياخذ كفايته من المويه بيكسر في الحله. صحيح مرات الموهبه اللي بتلامس الجنون بتفيض لمواهب مواهب صغيره يعني. انت معروف في في الكتابه يمكن في طريقه الحوار لا يعلى عليك، لكن عندك مواهب افرزت موهبتك الواضحه دي افرزت مواهب جانبيه صغيره يعني انجبت منها الغناء وانت صاحب صوت جميل يعني، ومنها الحس الشعري المرخف جدا. والله انا ومحمد وكل المشاهدين نكون سعيدين جدا لو 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 سمحتنا مقطع من اغنيه او ابيات شعر ناكد بها انه الجن بفرز مواهب جانبيه غير موهبتك الصحفيه المعروفه لدى كل الناس. انت انجبت مواهب اصغر ومواهب ممكن يكون الناس ما عارفينها او ما واضحه، فلك الخيار اغنيه دندنه طبعا من غير من غير مساعدات او مقطع. هو طبعا في حاجه الناس كتار جدا ما بيعرفوها يعني، او قد تكون فترتي القصيره جدا مع كره القدم ما ما اتاحت يعني. انا كان المفروض العب في المورده وكان المفروض العب في في الهلال. صراحه ان المورده لانه نحن اولاد بانت يعني يترفعنا كده انه قالوا لي تلعب سنه في الاشبال وبعد ذاك نصعدك ابيت. الفتره دي كان فتره ناس حسن حامد وناس عصام عباس فمشيت مشيت فريق درجه ثانيه وعوقتها ما 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 واصلتها. الهلال انا برضه رفضت العب في الاشبال على اساس انه سنه بيصعدوني برضه يعني اتنقعت على الفكره كده. الفتره بتاعت الزهو بتاع الشباب ذاك وحتى ناس المورده كان بيقول لي عصام عباس الصغير لانه شعري كان كثير كده. كنت بتلعب شنو يا زبير؟ انا كنت العب لعب وسط متقدم و يعني يعني فتره برغم قصرها
يعني انا زاملت عدد من الناس بيجوا نجوم المتميزين، يعني انا افتكر حموري، حموري بعنجة، كرة بعنجة، ايوه، واولاد معني، حاتم معني ده طبعا لعبوا معي في منتخب المدرسه، حاتم معني زين السالم، ومحجوب علي كافي. محجوب كافي ده واحد من يعني واحد من المواهب اللي لعب في المورد ولعب في المريخ واسي سافر برا، خرافي طبعا. لا سادون بلا انا لا 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 ما حضر ما حضرته محجوب ده. محجوب ده بالمناسبه فترته ما بعيده، لكن محجوب ده لو كان قدر له، محجوب ده قرا معي من الابتدائي، وجلال، جلال الحاج ده لولا دفعته طبعا قرينا سوا في المتوسط والعلم في منتخبات المدرسه. يعني دي فتره كوره ما استمرت كثير، لكن كنت بتخيل انه اكثر حاجه كان ممكن انجح فيها كره القدم. بعد ذاك هسه لو سالتني نازي بس سعيد انت صنفوك شنو، انا ما بعرف يعني. طيب طيب ادينا مقطع عشان ما تزوق، ادينا المقطع عشان ما تزوق ماشي الحته بتاعت طيب نغني وصلاح ولي، ادينا الذكريات. اسمع صلاح ولي الذكريات دي يعني استهلكناها استهلكناها جدا. غنوا شنو صلاح والله يا استاذ، انا نفسي اسمعك كمان اللي يعني بزاد. يعني غني حاجه لوردي. انا طبعا انا جست صوتي بالذكريات. غني لوردي حاجه. انا نفسي اسمع منه مقطع بتاع الشعر يعني. الشعر بس طيب قلتني ما في مشكله. طيب هو بيبين لما نقول بيقول مثلا بتطلعي انت من صوت طفله طفله وسط اللمعه منسيه، لحد ما يجي الحته بتاعت العجبانو اسراني جدا، ومن شهقه جروف النيل مع الموج الصباحي. حالة الغنى دي حالة حقتي براي، يعني مرات براي بغني في البيت. طبعا دي حالة ما بقدر اسيطر عليها، مرات بكون حب المواصلات خارج السيطرة، بكون قاعد في المواصلات بقعد ورا بتدندن. هاي يعني عاجباني جدا واسراني جدا تحت الهادي الجبل ومحمود عبد العزيز. شنو افتقدتك؟ البنية، المدينة، البنية. يا سلام براي بقعد في الحافلة، أنا الحواتة الله يديهم العافية، أصحابي وأصحابي بقوم بقعد ورا كده وبنزوي وببراي، يعني مرات المسافات بتكون بعيدة، يعني مثلا البنية جاية البنية يعني حس عملنا فرسة استلاف، لكن لما نغناها في مقام السليم يعني حاجة من دي واحدة من التجليات المخيفة عند طيب هذه الجبل ومحمود عبد العزيز. سادومبا الشعر بتاعه، سادومبا بده حاجة صغيرونة جدا، صغيرة شديد، وأنا ذاتي لا قدرت أتمها لا قدرت أخليها لا، وعاملة للناس يعني هاي بيقول لك شاحب لون القمر التاوق لعينيك. يا سلام. شاحب لون القمر التاوق لعينيك وناعس خاطر الفرح الساند حيله عليك، ارجع لملم كل احزانك واعرف ان الدنيا بتضحك بس ما عليك. يا سلام محمد، نحن بنلملم بعض حلقاتنا دي ونلملم الجنون اللي نثرناه على المشاهدين ونحن في العيد. دار اخش لمحور عقلاني شويه كويس، ودي يزول اتهام صلاح ولي، انت متهم انك فنان النظام السابق، يعني شاركت في مهرجانات غنيت لهم كثير، قد يكون الشارع الان خاصه انه في الحميه بتاعت الثوره بترفض اي زول تابع مثلا للنظام، يعني شعور عام كده، انطباع عام بقاعد عند الشعب وعند الناس. فالحكايه دي هل ممكن تخصم منك، وانت تصنيفك شنو، تبريرك شنو للحكايه؟ انا اول حاجه انا سوداني، وابوي سوداني وامي سودانيه وجنسيتي سودانيه، وانا حق كل سوداني. انا اغني لاي زول في هذا الوطن الجميل، انا حق كل زول في هذا الوطن الجميل، والتحيه لكل زول في هذا الوطن الجميل. انا لا املك حد في هذا الوطن الجميل. طيب انت عندك سؤال للزبير؟ الزبير طبعا ما حنقدرني. سؤال عقلاني ما تعجب عقلاني على كلام. سؤال عقلاني انا بس والله ما اعرف هو عقلاني ولا ما عقلاني، لكن انا عندي سؤال كان مشترك للزبير ولصلاح، مختصر للزبير. الحاله الابداعيه ومساله التمرد، الحاله الجنونيه دي، الاسره الصغيره والكبيره قادره تتعاطى معها؟ يعني يا صلاح مثلا ناس البيت ممكن يقول لك اقدر اشاغه منك،
دي شلاقة. في ناس ممكن ما تقبل الفكرة في 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 الحيز بتاعنا لطافة وزرافة، ممكن تعكس للضد تكون رشاقة. والزبير برضو المسألة بتاعت أنا ما مركز على الشعر، لكن يعني داير أعرف البيت ممكن يكون له دخل في إنك تكون كيف وتحلق وتلبس شنو. الأسرتين يعني، وإنتوا الاثنين الحمد لله أكملتوا نصف دينكم يعني. الحمد لله. نحن نكتفي بإجابة الزبير لأنه الزمن حينتهي. طيب نسمع الزبير. والله يا أخي شوف، هو المسألة ما قاعد تنفصل يعني، والنقد بالمناسبة أصعب ممكن تلقاه من أقرب الناس لك من داخل الأسرة يعني. لكن أنا غايته ما أعرف، لكن عندي إحساس إنه حاجاتي دي تشكلت يعني. أكثر حاجة سعيد بها بإنه أنا شكلت حياتي إرادتك. بإرادة كاملة وبقناعة كاملة. سعيد بها. وسعيد بإنه أنا فعلا سعيد. أي تماما تمام، متصالح تمام مع هذه الحالة برغم إضغاطات المجتمع ورأي وحاجات. طيب محمد، طيب نحن زمننا انتهى وسعدنا جدا والله. الطاهر صادمبا شرفتنا، وأنت أقلاهم جنا وأهدأهم يعني. أنا ما أعرف أنت قبل الاستوديو أخذت مهدئات ولا زادت جرعة. لا لا والله ما زدت جرعة. سعدنا بك جدا والله يا أخي، شرفتنا. أنا سعيد بكم طيب. كمان والله تسلموا كثير إن شاء الله. سعيد باللمة السمحة، إن شاء الله تكون دائما. ربنا يديم عليكم العيد إن شاء الله. إن شاء الله. زبير كتر خيرك كثير، شرفتنا ونورت بأفكارك النيرة وشعرك الغزير وجنونك الجميل وجنونك المحبب لكل السودانيين. كتر خيرك الله كثير. شكرا يا أخي، أتمنى نكون قدمنا حاجة مفيدة وصححنا بعض المفاهيم الناس اللي بيحبونا بيحبون يعني. صلاح ويلي لو وديتنا نطة تكون عزيتنا. يا أخي والله أنا بجد ليلة حلقة كانت شيقة، بجد مع الأستاذ الجميل حبيبي وصديقي زبير سعيد كابتن طاهر سعد أمه، وصاحبي جميل. أنا أحبك جدا في حاجاتك طبعا، أنت عندك برضو جنون في الكلام، لكن بس حنعمل داري لها حلقة ثانية. التحية لكل الأهل في النيل الأبيض، والتحية لكل الأهل في بري، والتحية للثورية ولكل ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحقق كل أمانكم. شكرا جزيلا تيم العامل الجميل، شكرا يا حبيبي، شكرا السيد المخرج. أنا سعدت معك جدا في الحلقات الثلاثة اللي قدمناها خلال أيام العيد. إذا نجحنا بيبقى ده توفيق من ربنا وحيحمسنا لتكرار التجربة لاحقا، وإذا فشلنا ده من عند أنفسنا. وإن شاء الله نتعاهد إنه نكتفي بهذه التجربة ونعود لقواعدنا الصحفية سالمين غانمين، وتبقى في النهاية هي تجربة يعني. حتى لو كنا عبء على الناس، أتمنى إنه يقبلون على مضض انه نحن بنحاول نجرب مواهب ممكن تكون في اتجاهات تانية، او بندعي اننا ممكن نسهر للناس بشكل مختلف في العهد الجديد في عهد المدنية. فاذا وفقنا ده من عند الله سبحانه وتعالى، واذا فشلنا ده عهد انه ما نطيل على الناس الا ضيوف. والله طبعا يا محمد نحن معذورين الليلة حلقة بتاعت جنون وكل الحلقات الفاتت، انه نتمنى انه المشاهدين يعني يتقبلوها وياخذوها يعني ماخذ محاولات يعني او حالات حاولنا نبحث فيها. وفي النهايه بنقول كل سنه وكل الشعب السوداني بخير، وان شاء الله الناس اللي كتب لهم ربهم انهم يزوروا الكعبه يعودوا سالمين غانمين. اللهم امين. ونهايه كده يا محمد كل سنه انتم طيبين وضيوفنا الكرام وكل المشاهدين، ومع السلامه.